أشرح لكم بهالمقطع الشابتر العاشر من مادة الفارماكولوجي واللي يتكلم عن الدراج أبيوز. أول شيء عندنا تعريف لدراج أبيوز، واللي هو الاستخدام، أو اللي هو خلينا نقول عنها السلف أدمنستريشن، يعني إن الشخص يستخدم دواء معين من خلال مثلا وصفة من نفسه، أو من خلال جرعات هو يحددها لنفسه، والاستخدام هذا ممكن يجرد أو إنه ما يعتبر من ضمن الاستخدام الميديكال أو حتى السوشيال باترن. أنا أقصد هنا بالسوشيال باترنز اللي هو تعتمد على مجتمع معين أو مثلا منطقة جغرافية معينة، على حسب اللوز القوانين اللي عندهم، على حسب ديانتهم، على حسب الإثكس اللي هم متعودين عليها. برضو هنا قال أنه بالنسبة للليجل ديفينيشن، فباختصار يعرفونه على أنه ديفيانس أو اللي هو الانحراف، يعني أنه يستخدم دواء معين لكن هالدواء بدل ما يستخدمه لغرض العلاج يستخدمه لأغراض أخرى. برضو من الناحية الميديكال فهو عطانا مثال، المثال هذا على كلاس من الأدوية اسمه الأوبييتس. الأوبييتس هذا بشكل عام يستخدم طبيا علشان انه يخفف الألم، لكن بعض الناس ممكن تستخدمه حق أغراض أخرى، ممكن حتى تستخدمه حق الأنكسايتي، فهذا يعتبر انه استخدم للدراج لكن حق شغلة ثانية غير الشغلة اللي هو محدد له انه يستخدمها طبيا. هنا بعد بالنسبة للسوشيال فارماكولوجي فقال هي عبارة عن الاستخدام لدواء معين for non-medical purpose، يعني اللي هو انه يستخدم الدواء لغرض غير طبي، يعني مثلا يستخدمه مثلا عشان تحسن مزاجه او علشان تسبب تأثيرات معينة هو يبغاها. وبالنسبة للأدكشن أو الديبندنس، أول شيء أدكشن ما يصير إلا لما يصير عند البيشن ديبندنس. فهنا الأدكشن اللي هو التعاطي، يصير الشخص مدمن نفسيا على هذه الدواء وما يقدر يتركها. فهنا قال ان الادمنستريشن يكون صوت. ايش معنى صوت؟ معناتها قهري، يستخدم الدواء لحاجات غير طبية وبشكل اكسسيف او بشكل كبير علشان اغراض اما فيسيولوجيكال او اللي هي سايكولوجيكال او اللي هي فيزيكال. طبعا هذه الاستخدام اكيد بيأثر على البيهيفير حق الشخص. وهنا بعد قال ان التلورنس ممكن يصير في بعض الادوية وممكن بعض الادوية ما يصير فيها. والتلورنس كديفينيشن هنا قال عبارة عن الادابتيفيشن، او اللي هو ان الشخص خلاص يصير معتمد نفسيا على هذه الدواء ما يقدر يستقر الا لما ياخذ جرعة معينة من الدواء. فاحيانا لما ياخذ دواء معين لجرعة ثابتة ممكن تصير الجرعة هذه مع الوقت ما تأثر عليه ويحتاج انه يزيد الجرعة، فهذه الزيادة تسمى بالتلورنس. هنا بعد ذكرنا انواع الديبندنس، واللي هي اولها الفيزيكال ديبندنس او اللي هو الاعتماد الجسدي على دراج معين. فهنا قال انه لما الدراج ادمنستريشن يصير سسبندد، او مثلا لما دواء معين ما يتوفر له ما يقدر ياخذه، فهنا راح تطلع بعض الديستبيونسز على جسمه وتطلع بعض الاعراض الغريبه على جسمه. فمعناته ان البيشنت هنا وصل، او حتى الشخص العادي لما يصير ادكشن معناته انه وصل للفيزيكال ديبندنس. اما بالنسبه للسايكولوجيكال ديبندنس فهو إنه باختصار يشخص من خلال أن الشخص لما ياخذ جرعة معينة من الدراج معين على طول يحس بالبليشر أو يحس أنه مستانس ومروق. أما بالنسبة للنوع الثالث واللي هو الميديكال ديبندنس، واللي هو الشيء العادي مثلا بعض الأمراض المعينة أو بعض الأمراض المزمنة تحديدا ممكن تحتاج أدوية تظل موجودة عند البيشنت مدى الحياة، ممكن أحيانا نضطر إن احنا نزيد له الجرعات. فمثلا هنا عندنا مرض السكري والإنسولين، فهنا مثلا السكري تايبان يعتبرون إنسولين ديبندنس. هنا بعد قال ان الدراج يوز ممكن يصير مشكلة لو وصل، او ممكن يصير مشكلة اذا وصل لحد الابيوز او لو وصل لحد التعاطي لعدة اسباب. السبب الاول انها تصير دومينيت ذا انديفيدجوال، او اللي هو تحاول انها تسيطر على عقل الشخص فيزيكالي وسايكولوجيكالي علشان انه وبالتالي بتدمر حياته. برضه هنا قال انه ممكن تؤدي الى تغيرات في اللايف ستايل حقته، وغالبا هذه التغيرات بتكون unacceptable أو تكون يعني تغيرات حياة مضرة للشخص نفسه، وبرضه ممكن تكون مضرة حتى للفاميلي حقته أو السوسايتي.
هنا ذكرنا الأنواع حقت الدراج أبيوز، أولها اللي هي الإكسبرمنتال أو الإكسبلوراتوري، مثلا شخص معين يستخدم دواء معين، فهو ممكن مثلا يجيه فضول إنه يبي يكتشف لو أخذ جرعة أكثر إيش ممكن يصير، فهنا يدخل في الدراج أبيوز. برضو هنا عندنا السبب أو التايب الثاني اللي هو الريكريشنال، واللي هو عبارة عن أن الشخص يتعمد أنه ياخذ هذه الدواء أو الدراج معين علشان يسبب له الترفيه أو اللي هو يغير مزاجه. برضو هنا ممكن يكون كومبلوسيف، واللي هو أن الشخص مثلا يجرب دواء معين وخلاص يصير من بعد ما جربه ما يقدر يقطعه ويكون عنده ديبندنس عالية أو اعتمادية عليه. برضو هنا عندنا السبب الثاني واللي هو ريتريلاستيك، أو اللي هو بعض الشعائر الدينية أو بعض المنظمات الدينية أو الديانات الغريبة اللي قاعدة تطلع لنا هالأيام، واللي هو مثلا أنها تجبر الناس اللي يتبعونها أنهم يسوون دراج أبيوز مثلا للكحول أو لبعض الأدوية اللي تسبب الهلوسة. وآخر شيء عندنا البولي دراج، واللي هو أنه عبارة عن أن الشخص يستخدم أكثر من نوع من الدراجز، مثلا ممكن يستخدم كافيين علشان ينشطه، وممكن يستخدم في نفس الوقت الكحول وما إلى ذلك. هنا بعد نجي للدراج ابيوز ان سبورتس، او اللي هو في المنظمات الرياضية. طبعا القوانين اللي تكون تبع للدراج ابيوز تعتمد على الاورجنايزيشن نفسها، فبعض الاورجنايزيشنز ممكن تكون باند، يعني ممنوعة للاعبين انهم يستخدمونها، او انها تكون ريستريكتد، يعني يستخدمونها بكميات قليلة. برضو هنا بالنسبة للنقطة الثانية عندنا كمثال عليها اللي هي الانابوليك ستيرويد ستيمولانت، واللي تكون على عدة أنواع، في منها أنواع اللي هو يخلي الجسم في حالة مثل لما يشتغل لنا الجهاز السمباثيك. برضو عندنا الديوريتكس والناركوتيك أناليجيسز، أو اللي هي مسكنات الألم، ممكن تكون على شكل هرمونات، ممكن تكون على شكل بيتا بلوكرز. هنا نجي للدراج ديبندنس، أو اللي هي الأنواع الدراجز اللي ممكن تسبب ديبندنس. أول شيء في البداية هنا ذكر لنا أن بعض الأدوية ممكن تكون فيها درجة عالية من الديبندنس، ونحتاج أن احنا نسوي لها كنترولينج ونعطي البيشنت منها، أو ننتبه واحنا نعطيها البيشنت، وبعضهم يكونون available عادي ونقدر نعطيها البيشنت بكل أريحية، أو خلينا نقول عنها اللي هم يكونون available كاستخدام طبي. هنا بعد اللي هو ذكرنا نوعين من الأدوية اللي ممكن تسبب الديبندنس. أول شيء اللي هي الأوبيودز. الأوبيودز هي عبارة عن الأدوية اللي تخدر المخ بشكل كامل، منها المورفين واللي هو يستخدم استخدام طبي عادي، ومنها الهيروين اللي هو يستخدم استخدام غير طبي. هنا بعد عندنا السي ان اس ديبريسنت، أو اللي هي الأدوية اللي بس تحاول انها تهبط الجهاز العصبي، ومنها الكحول. هنا بعد عندنا تكملة للأنواع، واللي هو بعض الدراجز تسبب السي ان اس ستيمولانتس، أو اللي تحفز الجهاز العصبي، منها النيكوتين والكافيين والكوكايين. برضو هنا عندنا السايكو موتر ميميك، أو اللي هي الأدوية اللي تسبب لنا الهلوسة، ومنها الماريجوانا. وبرضو عندنا نوعية من الأدوية اللي مثل ما قلنا في السادات السابقة اللي هي drug abused in sports، أو بعض الدراجز اللي يزعمون إنها للسبورتس لكن برضو ممكن تكون مضرة، منها الأنابوليك ستيرويدز والبيتا بلوكرز. هنا بعد عندنا بعض الفاكتورز أو بعض العوامل اللي تؤهل من الشخص وتخليه يكون شخص كدراج أو يسوي دراج أبيوز، منها اللي هي personality factors، مثلا الشخص تكون عنده صفات معينة ممكن تخليه إلى أنه يصير دراج أبيوزر في المستقبل، منها أنه يكون curious اللي هو فضولي بزيادة، فأي مادة يشوفها يبي يجربها على طول. برضو الامبلوسيف، أو اللي هو لما يكون عدواني. ونفس الشيء بالنسبة للتمرد، وعندنا اللو تولورنس، أو اللي هو أن الشخص ما يقدر يتحمل مثلا المادة اللي قدامه، يعني مثلا شخص مثلا كان في السابق يسوي دراج أبيوز لكنه تشافى منها، لكن بسبب أن عنده لو تولورنس ما يقدر يقاوم الدراجز إذا شافهم قدامه، فممكن يرجع بعدين ويرجع يتعاطى.
أو إنه need to escape، مثلا يحتاج إنه يتخطى موقف معين أو شغلة معينة فيرجع للدراجز اللي تغيب وعيه أو تغيب عقله عشان ينسى. برضو لما الشخص يكون منه في طفولته يعتبر aggressive أو اللي هو يعتبر إنه عدواني، برضو ممكن يكون في المستقبل drug abuser. برضو هنا قال alcoholic personality واللي هي عبارة عن إنه لما يكون الشخص depressive أو لما يكون antisocial، أو حتى في بعض العوامل الجينية اللي مثلا لما يكون الأم أو الأب drug abuser فممكن هالشي ينتقل إلى أبنائهم. برضه هنا قال ان الديزاير او الرغبة في انه يسوي سيلف ثيرابي خصوصا في حالة كان عنده ستريس او كان عنده فتيك، فيلجأ الى استخدام ادوية هو يوصفهم من نفسه ويحصل عليهم طرق مثلا غير قانونية عشان يعالج المشكلة اللي عنده. هنا بعد كتكملة للفاكتورز اللي هو شغلة اسمها الرينفورسمنت. الرينفورسمنت هذه شغلة متعلقة بالدراج نفسها، فالريينفورسمنت هو عبارة عن الشعور اللي يجي للشخص بعد ما يستخدم دراج معين، أو اللي خلينا نقول عنها شعور السعادة اللي يجي بعد ما يستخدم مادة معينة. فهنا قال أن هالريينفورسمنت هذا يعتمد على عدة أمور، منها الورك ريكوايرد اللي هو كيف بيحصل هذا الدواء، والجرعة من هذه الدراج والأفكت حقها. في عندنا هنا عدة افكت، منها السترونج رينفورسر واللي هي منها الكوكايين والمورفين، عندنا الويك واللي هي منها النيكوتين والكافيين، عندنا النون رينفورسمنت واللي هي الكانابيس واللي هو ان الشخص بس يدمن عليها بدون ما يحس بأي رينفورسمنت منها. برضو عندنا نيجاتيف رينفورسرز واللي هي عبارة عن الشعور او اللي هو استخدام الدراكس بس بسبب انه يبي يتخطى شغلة معينة، فهالشيء اسمه نيجاتيف رينفورسر واللي هو ممكن يستخدم الشخص هذه للدراج. الرينفورسمنت كناحية من ناحية الفسيولوجي يصير من خلال ارتفاع الدوبامين في الجسم، فكل ما ارتفع الدوبامين أكثر كل ما صار فيه رينفورسمنت أعلى. هنا في النقطة الأخيرة قال لنا كيف إحنا نعالج الشعور بالرينفورسمنت عند الشخص اللي عنده دراج أبيوز من خلال شغلة اسمها الأدابتيشن، أو نحاول أن نخلي الشخص يتأقلم على جرعات أقل لين يقطع الدراج اللي هو قاعد يستخدمه. عشان هالشكل سماها الوذدراول سيندروم أو اللي هي الكريبينج، عملية تنظيف الجسم من الدراجز اللي أخذها الشخص. هنا بعد في تكملة حق الميكانيزم اوف اديكشن أو اللي هو يشرح لنا ايش يصير في الجسم لما شخص معين يتعاطى دراج معين فبالتالي يرتفع عنده الدوبامين. كان هنا بيصير شيء اسمه الدوبامين باثوي. الدوبامين باثوي هي عبارة عن ان الشخص بيتعاطى دراج معين فبيبدأ يتكون عنده شغلة اسمها الديبندنس، والديبندنس هذه تبدأ مع ارتفاع شيء اسمه الريورد أو اللي هي الريينفورسمنت اللي تكلمنا عنها فوق. يعني بمجرد ما أن الشخص يتعاطى دواء معين ويرتفع عنده الدوبامين معناته راح بيكون فيه عنده انفورسمنت أو ريينفورسمنت أو اللي هو يعتبرها كحاجة تغير مزاجه ويعتبرها كريورد أو الهدف. فالحين هو يحتاج أنه يرفع أو يخلي الدوبامين دائما عنده مرتفع من خلال هذه المادة، فبالتالي بيصير عنده motivation، بتغير الكوجنيتيف بيهيفيرز حقته وبيصير تفكيره في هذه المادة اللي ترفع له الدوبامين. هنا بعد في النقطتين الأخيريتين قال لنا أن الريسبتور D1 أو اللي هو ريسبتور تبع الدوبامين يرتبط أو يتفعل لما الشخص يتعاطى الكوكايين، والD2 يتفعل لما يكون الشخص عنده reward deficiency syndrome. والreward deficiency syndrome متمثلة بهذول الأمور اللي هي السموكينج والكوهوليزم وغيرها. هنا رجع لنا كتكملة أنه مثلا لما الشخص خلاص أخذ الجرعة اللي هو يبيها مثلا أو تناول كمية الكحول اللي هو متعود عليها وانتهت مفعولها، فهنا بيرجع الدوبامين ينزل مرة ثانية. لما ينزل مرة ثانية بيرجع الشخص مرة ثانية يسوي دراج أبيوز، مثلا يرجع ياخذ الكحول أو المادة اللي هو مدمن عليها عشان يرجع مرة ثانية يرفع الدوبامين ويحصل على الريورد اللي يبيها. الريورد اللي يبيه هو المزاج اللي يبيه يوصل له.
طيب في حال إن الشخص صار له دراج كيسيشن، أو اللي هو حاول إنه خلاص يقطع التعاطي، فإيش بيصير؟ بيصير إن مستويات الدوبامين اللي متعود عليها الجسم راح ترجع أو راح تنزل لمستوياتها الطبيعي، وبالتالي راح ينزل أو يقل الكحول كونسبشن. برضو بيصير في بلوك حق الريسبتورز اللي تفعلت بسبب الدراج أبيوز. هنا بعد قال إن في نيورو ترانس ميترز مرتبطة بالدراج أبيوز، واللي هي منها الجي اي بي اي والبي اي والاندروفينز. هنا بعد قال لنا ان الادوية او المواد اللي يستخدمونها الناس او يسوون لها ابيوزنج عادة تتفاعل بسرعة، اما انها تخليهم يحسون بشكل افضل او انها توقفهم من انهم يشعرون بشكل سيء. هنا بعد سبق وتكلمنا عن السوشيال والكالتشر اللي موجود فيها الشخص. هذول الفاكتورز ممكن تنقسم إلى عدة أمور، منها الافيلابيليتي قديش الدراجز متاحة في هذه الكالتشر، برضو هنا الشيرينج قديش الناس قاعدة توزع هالأشياء بينهم، الديانة حقتهم، الإثكس واللوس. هنا بعد شرح لنا ليش بعض الناس يلجؤون إلى الدراج أبيوز. في عندنا عدة ثيوريز أو عدة نظريات. النظرية الأولى تقول أن الدراج أبيوزرز are deviant، والانحراف هذا بيصير بعدة أسباب أو بعدة أمور، منها أن أو السبب الأول هو أن الدراج أبيوزرز يعتبرون ويل باور، أو اللي هو ناس إرادتهم ضعيفة، حالتهم ضعيفة جدا، فيلجؤون إلى الدراج أبيوز، فبالتالي تتأثر عندهم الماتيريستيك مودلز أو اللي هي الأخلاقيات حقتهم، يصيرون معرضين إلى أنهم يصير عندهم دراج أبيوز. برضو عندنا المودل الثاني واللي هو الديزيز مودل، أن الشخص اللي يسوي دراج أبيوز يعتبر سيك بيرسون، عنده مشاكل مثلا نفسية أو اللي هو يعتبر سايكوباثي أو غيره من الأمور. ممكن يكون بعد تعرض لشغلة سيئة في الأدولسنس خلته يسوي هذا الشيء. والشغلة الثالثة اللي هي السوشيال فيكتومز، أو اللي هو ضحايا المجتمع، مثلا الناس اللي يكونون فقراء، أو الناس مثلا اللي يكونون غير موظفين، فذي الناس يحاولون أنهم يستخدمون الدراج أبيوز عشان يتخطون الأوضاع اللي هم موجودين فيها. الثيوري الثانية اللي موجودة عندنا واللي هي السايكولوجيكال ثيوريز، واللي هي تنقسم إلى عدة أمور. القسم الأول اللي هو الكوجنيتيف behavioral، واللي هو عبارة عن dysfunctional behavior، أو هو من الأساس قاعد يسوي behavior غلط أدى إلى أنه يكون drug abuser. الشغلة الثانية واللي هو psychoanalytical، واللي هي عبارة عن أن الشخص دائما يحاول أنه يوصف لنفسه أدوية بجرعات معينة ياخذهم هو من راسه، فبالتالي هذول الأدوية تسبب له إلى الدراج أبيوز. برضه يعني عندنا البور سيلف كير، واللي هو مثلا الشخص يحاول إنه يسوي سوسايد أو اللي هو ينتحر، فياخذ جرعة عالية من دواء معين، فبدل ما تقتله هذه الجرعة تسبب له الإدمان. الثيوري الثالثة واللي هي دال دايجنوسيس، أو اللي هو دال يعني مزدوجة، فهو عنده شغلتين. الشغلة الأول واللي هو إنه عنده psychiatric disorder أو مرض نفسي، بالإضافة إلى إن البيشنت عنده substance dependence، فاجتمعوا مع بعض وأدت إلى إن البيشنت يكون drug abuser. هنا بعد عندنا the problems اللي يعتبرون associated with drug abuse. هنا بالنسبة للمستوى الفردي، فممكن الدراج أبيوز يسبب له adverse drug reaction، واللي هو مثلا انه ياخذ دواء بجرعات عالية لدرجة انه ممكن يسبب له مثلا الكحوليك سيروسس، او اللي هو يشرب كميات كحول كثيرة عليه لدرجة انه تسبب له السيروسس. برضه عندنا الـ indirect effects، واللي هو مثلا ان شيء يؤدي الى شيء ثاني، يعني مثلا الدراجز اللي تنوخذ عن طريق الحقنة، هذول الدراجز ممكن يؤدون إلى الإيدز، لأن واحدة من مسببات الإيدز هو أن مثلا تكون أو استخدام الأوبر اللي تكون مو معقمة أو مو نظيفة، فبالتالي الدراج أبيوزر ممكن يكون معرض للإيدز بمجرد ما أنه ياخذ الأدوية اللي تنوخذ من خلال الآي في.
احنا بالنسبة للسوشيال كلتشر بروبلمز فممكن تؤدي الى اللو ايرنينج كاباسيتيز، او اللي هو يكون عنده الدخل نازل، او خلينا نقول عنها انه مثلا لما شخص مثلا يستلم راتب معين وهو دراج ابيوزر، فجزء كبير من هالراتب بيروح على الدراجز اللي هو قاعد يستخدمها. هنا بعد قال في النقطة الثانية بيكون عنده هاي ديبندنس اون ستيت والفير، بيكون كل مزاجه وكل عقليته مرتبطة بالولفير أو اللي هي بالرفاهية، برضو ممكن يسبب تفكك أسري. هنا بعد عندنا البروبلمز اللي متعلقة بالسوشيو ليجل، واللي هي منها الستيجماتيزيشن، واللي عبارة عن أن سمعة الشخص نفسه اللي يتعاطى بتكون مشوهة، ممكن حتى يؤدي فيه حتى للسجن قانونيا، لأنه كل الدول بشكل طبيعي تمنع تعاطي المخدرات. برضو هنا قال انه ممكن يسوي كرايم تو اوبتين دراجز، واللي هي انه ممكن يحاكم بسبب جريمة حيازة المخدرات، برضو بالاضافة الى تضارب المصالح بين الشركات. هنا بعد قال او على شكل ناشونال انه الدراجز واللي هي تجارة المواد الممنوعة تشكل اكثر من 0.5% من الناتج المحلي، وقيمة هذه الكمية البسيطة قيمتها بس 34.5 مليار دولار. هنا قال أن قسمها اللي هي هذه الرقم جاي مثلا 60% من التباك، 22% من الكحول، 17% من بقية الدراجز. هنا بعد شرح لنا عن symptoms of acute drug intoxication، أو اللي هو التسمم اللي يجي بسبب الدراج أبيوز. فمثلا لو الشخص عنده كانابيز دراج أبيوز، أو اللي هو عنده إدمان على الكانابيز، فهنا ممكن يوصل لحالة الانتكساتيكيشن، أو اللي هي التسمم. والأعراض حق التسمم من تكون عبارة عن ارتفاع الهيرت ريت، بنفس الوقت بيكون عنده هايبوتنشن أو ضغط الدم المرتفع، بالإضافة إلى ريد آيس وغيره. هنا بعد بالنسبة للأوبيود، هذه الدراج ممكن في حال إن الشخص صار انتكساتيكيشن من، ممكن يصير له ديبريسنت بلاد بريشر، بالإضافة إلى شيء اسمه الفيكست بين بوينت بيوبل، واللي هي عبارة عن توسع حدقة العين بشكل غير طبيعي. هنا بعد عندنا بالنسبة للتسمم من السي ان اس ديبريسنس ومنها الكحول، ممكن يسبب اللو بلاد بريشر، ممكن يسبب الريسبريشن، ممكن يسبب السلورد سبيج. اما بالنسبة للأمفيتامينز، فهذه المادة في حال صار منها تسمم فممكن يرفع الهيرت ريت، بالإضافة إلى البلاد بريشر، ممكن برضو يسبب الكاردياك أريثيميا. هنا بالنسبة للدراج اللي تسبب الهلوسة، فالتسمم منها ممكن يسبب الهاي بلاد بريشر، ممكن يسبب الهايبر اكتيف ريفلكس، بالإضافة إلى الدايليشن اوف بيوبل، أو اللي هو توسع حدقة العين. هنا بعد شرح لي كيف أسوي تريتمنت من الدراج ديبندنس بشكل عام. هنا قال إن البيرسون لازم يكون مستوعب إنه موجود أو عنده مشكلة، بالإضافة إلى أنه يحتاج إلى education و counseling. وهنا بعد قال في النقطة الثالثة أنك خطوة أساسية لعلاج هذه المشكلة أنه يلجأ للسيكاتريك treatment عشان يحل البروبلمز اللي عنده والمشاكل النفسية اللي عنده. برضو بالنسبة للأشخاص اللي يستخدمون الدراكس من خلال الحقنة، فهذول الناس معرضين لعدة infections، ومثل ما قلنا فهم معرضين للإيدز. هنا بعد بالنقطة اللي بعدهم قال لنا الابيوزرز are skillful at conning، واللي هو ان الناس اللي يتعاطون غالبا يكونون حيل شاطرين وحيل ماهرين في انهم يسوون الكونينج، او انهم يخدعون الدكتور، يعني يسوون نفسهم انهم قطعوا الدراج وخلاص امورهم طيبة، بينما هم ستيل قاعدين يسوون abusing. برضه هنا قال إنه لي treatment modalities ممكن أستخدم education مثل ما قلنا، ممكن أستخدم علاجات تساعد في إنه تساعد في نقطع
الابيوزنج برضو ممكن يلجأ للسيلف هيلب، ممكن يلجأ لشغلة اسمها CAM أو اللي هي الكومبلمنتري انتريتيف ميديسن. وبرضو أثناء ما أنا قاعدة أحاول أن أعالج الشخص اللي عنده دراج أبيوزنج، لازم أتذكر دائما أن الشخص يحاول أنه ياخذ الريورد حقته من خلال الهاي ليفل أوف دوبامين. هنا بعد ذكر لي اللي هي التريتمنت أو الأدوية اللي أعطيها للأشخاص اللي عندهم دراج ديبندنس لو حابين يحلون هذه المشكلة، فهي أنه ممكن مثلا أعطيهم نوع من أنواع الأدوية اسمه أجونست دراج من انتنس أفكت، أو نوع ثاني اسمه الأنتاجونست بلاك رينفورسمنت. برضو هنا ممكن أعطيه أنتي ديبريسنت كمثال عليه اللي هو الفلوكستين. أما بالنسبة للبيشنت اللي يحتاجون تريتمنت أوف أكيوت أوفر دوز، أو اللي هو مثلا ماخذين كميات حيل كبيرة من للدراجز، فهنا بيحتاجون شغلة اسمها ديتوكسيفيكيشن، أو اللي هو إني أحاول أنظف جسمهم من كمية الدراجز اللي هم خذوها. هنا بحتاج إني أستخدم نوع من أنواع الأدوية اسمه أنتي دوت. أنتي دوت اللي هو يشتغل بطريقة معاكسة للدراجز اللي هم أخذوها، وكمثال عليها اللي هي النالكسون. هنا بعد بالنسبة للناس اللي عندهم الكرونيك أبيوز، طبعا الفرق بين الأكيوت أبيوز أو الكرونيك أبيوز، الأكيوت هو إنه فجأة أخذ كميات حيل عالية من دواء معين، أما بالنسبة للكرونيك أبيوز فهو بدأ بكمية صغيرة من الدواء ومع الوقت زادت هذه الكمية. فالناس اللي عندهم كرونيك أبيوز هنا يحتاجون عدة أمور، منها الديكسيفيكيشن، الوذدراول، والتريتمنت، أو نستخدم معاه بعض الدواء. والتريتمنت هذه الهدف منها أنها تساعد البيشنت في أنه يقلل أو مينيمايز الهارم اللي بيجي من محاولته لقطع هذول النوع من الدراجز. فمثلا ممكن الناس اللي عندهم أبيوز على الأوبويد أستخدم معاهم دواء اسمه الميثادون، وبشكل عام ممكن أستخدم معاهم الدوبامين أجونست عشان أقلل الكريفينج. الكريفينج هي عبارة عن السيمتومز اللي تجي للشخص لما يحاول يقطع الدراج اللي هو مدمن عليه لفترة طويلة. هنا بعد تكلمنا عن الدراج اسمه اللالتريكسون. اللالتريكسون هذا نستخدمه مع الناس اللي عندهم الكرونيك أبيوز، هذا فائدته أنه يشتغل كأبود أتاجونست، واللي هو أنه يحاول أنه يقلل الأفكت حق الأوبيود، بالإضافة إلى أنه ريديوس الكريفينجز، وبرضو يستخدم حق الكحول أبيوز. هنا بعد بالنسبة لللونج تيرم مالنتنس أو اللي هي مينتيننس، اللي هو لما نراقبهم لفترة طويلة مثلا بعد ما نحاول ان احنا نعالج الديبندنس عندهم، فهنا يفضل انهم خلال هذه الفترة انهم يسوون ابستيننس، بالاضافة لان احنا نحاول نقلل او مينيمايز الهارم اللي ممكن يجيهم بسبب ادمانهم لهذه المواد. برضو هنا قال انه ممكن استخدم معهم عدة ادوية منها الميثادون واللي هو يعتبر كتريت من حق تعاطي الأوبويدز. فهنا قال إن مميزات هالنوع من الأدوية هذه اللي تحاول إنها تسوي مناجمنت حق الأوبويدز بشكل عام، إنها تكون بريكس برايد، أو اللي هي يعني إنه يقدر البيشت ياخذها من خلال وصفة طبية تنوخذ أورال، يعني تعتبر سهل إنهم ياخذونها، وبرضه تعتبر نوت ستريت دراج، أو اللي هو تعتبر ليجل دراج، أقدر آخذه بشكل قانوني وعادي ما عليه مشاكل. هنا بعد عندنا حل مشكلة النيكوتين والتباكو. أول شيء قال أني أستبدل استخدام النيكوتين بعدة أشياء، مثلا أني أعطي البيشنت نيكوتين باتش، واللي عبارة عن اللصقات اللي نحطها على يد البيشنت علشان يقطع النيكوتين أو تحديدا الدخان. برضو ممكن نعطيه النزل سبراي أو اللي هو بخاخ في الأنف، وممكن نعطيه جام اللي هو عبارة عن علكة. وبالنسبة للأنتي ديبريسنت، فهذول النوع من الدراجز نحاول نعالجهم من خلال هذول الأمور. أول واحد أو أول نقطة اللي هو نعطيه أدوية تعتبر كإنهبيترز حق الريأبتيك أوف شيء اسمه TCA، لأن TCA هو اللي يسبب الإدمان على
الانتي ديبرسنت. برضو هنا قال اني احاول اقلل من الكريفنج عند البيشنت، بالاضافه الى اني اعطيه نوع من انواع التابلتس او التريتمنت يستخدمها لمده 7 اسابيع، وبعد اسبوعين من بعد ما يوقف هذول الحبوب متوقع انه يقطع او يكون قادر على انه يقطع الانتي ديبريسنت. برضو هنا قال انه يحتاج البيشنت ريجولار كونسيلينج، بالاضافه الى انه يحاول يسوي افويدنس حق التريجر او الاشياء اللي تحفزه الى انه يرجع يتعاطى هذول الدراجز. عندي بعد هنا الإيثانول أو كيف أعالج من مشكلة الإيثانول. طبعا الإيثانول هي واحدة من جروبات الكحول. هنا قال أول شيء لازم أتحكم بالكريفينج والكونسبشن، أو باختصار بعد الكونسبشن اتريتد وذ، أو إني أقدر أستخدم هذولا الأدوية منهم الدي أي أجونست واللاركستون، بالإضافة إلى التشاينيز هيربال ميديسن. هنا بعد قال اني في نوع من انواع الادويه اقدر استخدمها معاهم، واللي هو الديسرفيم، واللي هو انهبيت الكحول ميتابوليزم او يهبط استجابه الجسم للكحول، لكن السايد افكت حقته ممكن يسبب فوميتينج وممكن يسبب هيدك. هنا نجي للالكتيك دراجز، او اللي هي خلينا نقول عنها الادويه الغير مشروعه. هنا قال ان بشكل عام في بعض الدول ممكن يكون بسبب inadequate drug control laws، بسبب ان القانون عندهم ضعيف، فلاحظ انه يكون عندهم بشكل عام مناطق كبيرة ومناطق شائعة حق زراعة الكنابيس وحق زراعة الميثامفيتامين، حتى ممكن ينتشر عندهم المرجوانة. طبعا المقصود بالمرجوانة هنا هي المرجوانة اللي تكون محرمة دوليا أو غير مشروعة، لأن في نوع من أنواع المرجوانة ممكن تستخدم طبيا مع مرضى الكانسر. فالمرجوانة اللي نتكلم عنها هي المرجوانة الغير طبية. هنا قال إنها ممكن تكون منتشرة بسبب سهولة توفرها وبسبب اللو برايس حقها، أغلب اللي يستخدمونها اللي هو اليانج مان. هنا بعد عندنا نوعين من الدراجز، واللي هو الدراج الأول الـ ICE والثاني الـ ATS. هذول النوعين منتشرين في تشاينا ونورث كوريا والفلبين، بالإضافة إلى منطقة اسمها الفيجي كانت منتشرة عندها النوع من الدراجز في عام 2004. هنا بعد تكلم لنا عن الكحول. طبعا الكحول كمادة كيميائية اسمها إيثيل الكحول أو الإيثانول. الكونسبشن بالنسبة للكونسبشن هنا قال أن الكحول هو أكثر دراج يتم استخدامه عالميا، أكثر فئة تستخدمه اللي هو الميل، أو الفئة اللي تحول أو يسبب لها الكحول أديكشن هم الذكور. هنا بعد قال أن في له بعض الفوائد الطبية، لكن تعتبر لو فارماكولوجيكال بوتنسي، طيب ممكن تسبب لنا الأديكشن. برضو هنا قالنا في لها كلينيكال يوزز، مثلا السكن ديسفني أو اللي هي السكن سوابس، أو اللي هي المسحات الطبية اللي احنا نستخدمها، بالإضافة إلى كسولفنت في المعامل وفي المختبرات. هنا بعد شرح لنا الكحول أكشن، أو اللي هو كيف أو إيش تسوي في الجسم. طبعا الكحول تعتبر CNS depressant مثل ما قلنا من قبل، وتعتبر مثل أو يكون مفعولها مثل تفعيل مثل المخدرات. برضو هنا قال أنه تأثر على large number of membrane proteins and signaling، أو تأثر على إرسال السيالات العصبية، وبشكل عام تأثر على neurotransmitters. هنا بعد ذكرنا المشاكل اللي ممكن يسببها الكحول، ومنها السوشيال ايسوليشن او اللي هو الانعزال الاجتماعي. برضو ان 15 إلى 25% من حالات الادمنستريشن في المستشفيات تكون بسبب الكحول الكحوليزم، او اللي هو تعاطي الكحول. برضو هنا ممكن يسبب نيوروباثيز او امراض عصبية، بالاضافة الى ان يعرض الشخص الى. هنا بالنسبة للتولورنس والديبندنس حق الكحول، هنا يصير مو بس في الهيومن، حتى في الانيمالز. يعني حتى الانيمالز مثلا لو احنا ضلينا نعطيها كميات معينة من الكحول ممكن يصير لها ديبندنس.
هنا قال إن أول 3 أسابيع من الادمنستريشن عادي إن الشخص يظل على جرعة معينة، لكن من بعد 3 أسابيع بيصير في ريدكشن في البوتنسي أو الاستجابة للجرعة، فالحالة هذه بيحتاج الشخص إلى أنه يزيد الجرعة حق تناوله للكحول. هنا بعد قال أنه ممكن يزيد الإليمينيشن عنده، أو اللي هو يزيد الإخراج عند الشخص اللي عنده الكحوليزم، بالإضافة إلى ممكن يؤدي إلى التيشو تولورنس. برضو آخر شيء قال أنه بيأثر على الستابلتي أوف ممبرينز ليبيدز، واللي هو أنه إحنا بشكل عام نعرف أنه الصلز مكونة من فوسفوليبيدز أو مكونة من دهون، فالكحول يقدر أنه يرتبط بهالنوع من الدهون. فتخيلوا أن الكحول أو المادة الغريبة هذه قاعدة ترتبط بالخلايا اللي موجودة في الجسم عند الشخص، فأكيد راح يصير في أو يأثر على الستابلتي عند الليبيد ممبرين. هنا نجي للدراج اللي بعده، واللي هو الانهيلانس أو المواد أو الدراجز اللي يتم استنشاقها. هذول المواد تعتبر CNS depressants، بالإضافة إلى أن المادة الأساسية والمكون الأساسي لهالنوع من المواد اللي هي الهيدروكربونز بالإضافة إلى solvents، كمثال عليها اللي هي الليكويد بيبر. برضو في مثال ثاني واللي هو الجلو سنيفينج. هنا بعد قال إن CNS depressants أو أي مادة بتسبب CNS depressants ممكن تحط الشخص في حالة معينة، يكون في حالة سكر أو يكون مثل السكران، بالإضافة إلى الديزينس والأجريسفنس. هالنوع من الدراجز ممكن يسبب للشخص عدة مشاكل، منها مشاكل في البطين اللي موجود في القلب، بالإضافة إلى الأريثيميا والرينال أسيدوسس. هنا بالنسبة للتوباكو، التوباكو طبعا يتم تعاطيه من خلال التدخين، فهنا الإدمان أو المقصود بالديبندنس اللي نتكلم عن هو إدمان الشخص على مادة النيكوتين اللي موجودة في هذه السيجارة، خلينا نقول مو على فعل السموكينج، أو مو مدمن على السموكينج نفسه، لا مدمن على المادة اللي موجودة في الدخان. هنا بعد قال إنه يعتبر powerful rewarding agent، بالإضافة إلى أنه ممكن يسبب نوزيا وسويتينج للأشخاص اللي يستخدمونه. هنا في النقطة الأخيرة تكلمنا عن شيء اسمه environmental tobacco smoke، اللي هو لما يكون الشخص بنفسه مو هو اللي قاعد يدخن، لكن الأشخاص اللي حواليه هم اللي قاعدين يدخنون التوباكو، فشيء اسمه الباسيف سموكينج. الأشخاص هذولا يكونون معرضين للكانسر، معرضين للإنفكشنز، للكارديك ديزيز. هنا بعد تكلمنا عن الإفكتس أوف سموكينج، واللي هو منها أنه ممكن يسبب تنشن، أو اللي هو خلينا نقول عنها توتر وستريس، بالإضافة إلى الأنكسايتي، لكن بنفس الوقت هو يزيد الكونسنتريشن والليرنينج. هنا بعد قال النان فارماكولوجيكال، أو اللي هو الطرق اللي ياخذون منها النيكوتين بطريقة مو فارماكولوجيكال، منها الفاير مثلا انهم يجيبون النيكوتين ويحرقونه ويتعرضون للدخان اللي يطلع منه، او انه مثلا يدخنون النيكوتين بسبب شعيرة دينية عندهم، او علشان الاورال جراتيفيكيشن. هنا بعد قال بالنسبة للإفكت ممكن يسبب كومبليكيشنز معينة. هنا بعد تكلمنا عن الادفرس افكت اوف سموكينج، واللي هو يزيد الديثريت ويقلل من اللايف اكسبستنسي، او اللي هو العمر الافتراضي لكل شخص. برضو هنا قال ان ديزيزز اسوسييتد وذ سموكينج، او ممكن تسبب امراض متعلقه او جايه بسبب السموكينج، منها اللانج كانسر والبلادر كانسر. وبالنسبه للبنفيشال افكتس حقت السموكينج، ممكن أو في كلام أو في أبحاث تقول إنه ممكن تقلل من احتمالية الباركنسونز ديزيز والزهايمر. هنا بعد تكلمنا عن النيكوتين إفكت، قال إنه يعتمد على الداز اللي هي الجرعة، يعتمد على الظروف، برضو يعتمد على الويذر أو السموكر نفسه. هنا بعد قال تأثيرها على السموكر نفسه
بتحسسه بالبليسشير أو بتحسسه إنه مستانس. أما بالنسبة للنان سموكرز يعني هو ما يدخن وجاء أخذ نيكوتين، فممكن تسبب للنوسيا الأنوسيا والنوسيا والبالبوتيشن. وتحديدا النون سموكرز يتأثرون بشكل سلبي بسبب إلى أن لما يأخذون النيكوتين فجأة ممكن يسبب لهم استيميوليشن حق شيء اسمه الـ ACH. الـ ACH هذا بسبب إلى أنه يشغل لنا الجهاز العصبي في جسمنا، بالتالي يحس الشخص في حالة حساسية، ممكن حتى تأثر له على الـ CVS مثلا، ترفع له الـ heart rate أو تسبب له الـ vasodilation. هنا بعد كتكمل الأفكت ممكن تأثر على الجهاز العصبي من ناحية إنها تسبب له tolerance و dependence، بالإضافة إلى ال behavioral simulation أو تغير ال behavior عنده، برضو ترفع له ال ADH، بالتالي راح يقل اليورين وتسبب له الإديما. برضو ممكن البيشنت يدخل في حالة withdrawal syndrome أو اللي هي نفسها حالة الكريفينج، اللي هي أعراض مصاحبة للدراج أبيوز واللي هو منها الأنكسايتي والهيديك. وقال هنا بعد إنه هالأعراض هذه ممكن نقللها من خلال النيكوتين ريبليسمنت، أو إن إحنا نعطيه جام، أو إن إحنا نعطيه الباتش أو اللي هي اللصقات اللي تكلمنا عنها. أكيد بتأثر على الريسبيراتوري سيستم من خلالها تسبب لعدة أشياء، منها البروكو كونستراكتور. هنا بعد بالنسبة للكنابس فهنا كمثال عليها اللي هي المارجوانا، واللي هي تصنف تحت فئة الساتيفا. هنا قال ان also now او اللي هو اسماء ثانية لهذه الفئة، واللي هي ممكن نسميها اللي هي الحشيش او الويد او البوت وغيره. برضه هنا قال ان المين كومبوننت اللي موجود في هذا الجروب من الدراجز اللي هو مادة اسمها THC. هذه المادة تؤخذ إما من خلال السموكينج أو من خلال إن ناكلها أو النفيوجن اللي هو نحرقها ونتنفس البخار مالها وغيرها. برضو هنا قال إن في عام 1960 كانت هذه المادة ليجل، كانت قانونية، وهالشي خلاها إلى إن مع الوقت بدأت تصير كريمينال أو اللي هو تكون مادة أو تتحول إلى مادة غير قانونية. هنا بالنسبة للإفكتس حقتها فهي تأثر تقريبا على كل أجهزة الجسم منها CNS. لينس هنا CNS قال هنا أنها تقلل الموتور بيرفورمانس، وبالتالي تسبب الكاتاليبسي، واللي الكاتاليبسي عبارة عن تخشب الجسم بشكل كامل، عضلات الجسم ما راح يقدر يحركها. برضو بالنسبة للسي في اس فهنا قال انه ممكن يسبب الهير، يرفع لنا الهيرت ريت ويقلل البلاد بريشر، بالإضافة إلى الفاسو دايليشن والريد آيس. بالنسبة للريسبيراتوري فهنا قال إنه ممكن يسبب الريتيشن أو اللي هو تحسس في الجهاز التنفسي. وبالنسبة للأوكيولر فممكن يسبب لنا الريد آيس. وبالنسبة للإندوكراين فراح يقل الريليزنج حق الـ ADH، وراح يقل عندنا هرمون التستوستيرون. هنا بعد تكلمنا عن انه ممكن تصير منها بعض الفوائد، واللي تعتبر كأنتي بكتيريال او اللي هو تعتبر كأميون سبريسنت او اللي هو مضاد للأورام، بس انها برضو لو ان مثلا المرأة حامل استخدمتها هنا راح تزيد من الريسك من اللو بيرث ويت، وبرضو راح تسبب ممكن تشوهات للأطفال. هنا بعد تكلم لنا عن الهاي ريسك جروبس اللي ممكن تتأثر بشكل سلبي من الابيوز اوف كانابيس، واللي هو منهم الادوسنت او المراهقين، وتحديدا المراهقين اللي يكونون بور سكول بيرفورمانس، بالاضافة الى البريجننت وومن، بالاضافة الى البيرسون وذ بري اكسايتنج ديزيز او اللي هو خلنا نقول عنها الشخص اللي يكون معرض اكثر للاصابة بامراض القلب او امراض الجهاز التنفسي، أو حتى الأشخاص اللي عندهم دراج ديبندنت.
هنا نجي للأنفيتاميز. الأنفيتاميز هنا قال إنها related لمادة اسمها الكاتشاناميز، برضو تعتبر lipid soluble. طبعا هذه المادة يعتبر تفاعلها جدا سريع لأنها بسرعة تزيد المود عند الشخص اللي يستخدمها، بالإضافة إلى الإنيرجي تزيد له المنتل وفيزيكال كاباسيتي وتقلل الأبتايت والسليب، برضو بالإضافة إلى أنها تسبب شغلة اسمها اللوكوموتور سيميليشن، أو اللي هي نفسها الهايبر كينيسيس. هذه النوع أو هذول المصطلحات معناتهم اللي هي فرط الحركة، أو اللي هو يتحرك بشكل كثير. برضه هنا قال إنه يعتبر أو يسبب ناركولبسي، واللي هو النوم القهري وينام لفترات جدا طويلة. وفي السابق بعد قال لنا أنه كانوا يستخدمونه مع الناس الأوبيز، بالإضافة إلى أنه يستخدمونه علشان يقللون النيد فور سليبينج. هنا بعد كأمثلة للأنفيتاميز، هنا الأنفيتاميز تم اشتقاء منها عند عدة دراجز، منها الديكساميتافاميز وهذه الدراج الثانية. برضو بالنسبة للميكانيزم اوف اكشن، فهي تسبب في انه يصير ريليزنج لشيء اسمه المونو امينز. هذه المونو امينز اكيد بتتفاعل في الجسم في السيت اوف اكشن، وغالبا بيكون الجهاز العصبي، فراح تشغل لنا شيء او راح تعطي مفعول في الجسم نفس مفعول الجهاز السمباثيك اذا اشتغل في جسمنا، اللي هو الجهاز العصبي السمباثيك. هنا بعد قال انها بترتبط هذه المادة في ثلاث أنواع من الريسبتورز، الألفا ريسبتورز والبيتا ريسبتورز وريسبتور ثاني اسمه الجلوتاميت ريسبتور، وهذول الريسبتورز لو تفعلوا تخلي الجسم في حالة نشاط. برضو هنا قال شغلة، واللي هو إنها تحسن من الدوبامين ترانسميشن، أو اللي هو تنقل أو انتشار الدوبامين في الجسم، مما يزيد برضو من اللي هو النشاط عند الشخص. هنا بعد قال related drugs، أو برضو الدراجز اللي مرتبطة بال أو تعتبر ضمن الجروب هذا، واللي هو اسمه ميثيلفينيديت. هنا بعد عندي مصطلح اسمه designer drugs، واللي هو عبارة عن drug designed chemically to be like amphetamine، أو اللي هو drugs أو أدوية، أو خلينا نسميها مواد تكون مشابهة للأمفيتامين لكنها ما تعتبر من فئة المواد الممنوعة. فعشان هالشكل قال إن هي تعتبر مواد جديدة، بالإضافة إلى أنها ما بعد يتم اعتبارها كالليجل سبستنس أو الليجل دراكس، بالإضافة إلى أنها تحاول أنها تسوي ميميك أو تحاكي اللي هو الأفكت حق الأمفيتامينز والكوكايين. كمثال عليها دراج اسمه الجي اتش بي. هنا بعد عندنا امثلة للدراج ديزاينر، واللي هي اسمها او اول مثال عندنا اللي هو الام دي ام اي، واللي هو كاسم ثاني له اللي هو اللوف دراج. طبعا هذا مركبة كيميائي، هالدواء هذا تم تصنيعه في عام 1914، كان يتم استخدامه كابتايت سابرسنت، لكن مع الوقت يعني صار يستخدم على انه CNS stimulant. هنا بالنسبة للميكانيزم او طريقة الاكشن حقه في الجسم، قال انه يسوي انترفير او يتعارض او يمنع الري ابتيك حق مادة المونوامينايز، فبالتالي بتسبب في انه يرفع لنا الـ NA والدوبامين والـ 5HT. هنا بالنسبة للأفكت حقها، فممكن تسبب اللي هو الريف أو اللي هو الهذيان، بالإضافة إلى الإيوفيريا والكونفيدنس والكلوزنس. هنا بعد بالنسبة للأدرس أفكت، ممكن تأثر على كذا جهاز في الجسم، من ضمنهم السي إن إس والسي إس، ومنهم وممكن تسبب حتى الديس. نجي هنا للكوكايين. الكوكايين هي عبارة عن مادة من ضمن الألكالويد جروب، برضو تكون related to أو اللي هو مرتبطة بلادونا الكالويد. هنا قال إنه يعتبر الكوكايين powerful reinforcement. بالنسبة للتأثير البريفرال حقها، أو اللي هو الطرفي أو اللي تأثر على أطراف الجسم، فهنا قال انها inhibits NA channels، فبالتالي تسوي blocking للاكشن للحركة عند
الشخص، أو حتى يعني ممكن إنها تأثر على حركته بشكل كامل. برضو بالنسبة للسنترال افكت، فممكن تسوي انهبيشن للأبتيك حق الدوبامين والان اي، فبالتالي تهبط الوعي عنده، أو يكون الشخص اللي استخدم الكوكايين مو واعي بشكل كامل. فالانهبيشنز هذه اللي بتصير تسبب إلى أن الشخص يحصل على الريورد أو الرينفورسمنت اللي تكلمنا عنه في بداية الشابتر. برضه هنا قال أن الاكتيفيشن أوف السمباثيك نيرفوس سيستم ممكن يسبب إلى أنه يزيد نبضات القلب، بالتالي راح يزيد الارتيال بريشر، ممكن يسبب تاتشكارديا، ممكن يسبب اريثيميا. والناس اللي يستخدمونه غالبا يكونون ما عندهم ابيتايت، ما في شهية، بالإضافة إلى أنهم يكونون هايبر اكتيف وينامون قليل. هنا بعد تكلمنا عن الأوفر دوز من الكوكايين ممكن تسبب الهايبر ثيريميا، واللي هي عبارة عن ارتفاع في درجة الحرارة، بالإضافة إلى الكوما والديث. ممكن برضو يسبب وذدراول سيندروم، أو اللي هي الكريفينج، لكن قوة السيندروم هذه ما تكون قوية مثل اللي تجي من الأوبويدز. برضو هنا قال للحين ما تم اكتشاف أو ما تم اختراع أي أنتاغونست دراج أو تريتمنت عشان يحارب الكوكايين أبيوز.